انا مستفز جدا من الحاجات دي. اعطيها بوسه طيب. اعطيها بوسه. ابوسك عادي يا حبيبتي. يا حبيبتي. من شهر 3 اللي فات وانا مكلم واحد يجيب لي ميعاد في سفاره البرتغال على اساس ان انا اطلع هناك الصيف ده، ومعرفش بقى كسل ولا نسي ولا ايه، المهم ان انا ما افتكرش ان هو بدا يشتغل على الموضوع ده بجديه لحد ما الصيف دخل. وطبعا كالعاده مع دخول الصيف المصريين كلهم هاجموا على مواعيد السفارات كلها، وكان صعب جدا يجيب لي ميعاد. وساعتها حتى لما كان بيلاقي لي ميعاد في اواخر شهر 7 او في اول 8 كنت بقول له لا ده بعيد قوي، شوف لنا حاجه اليومين دول. ولما حتى كان بيلاقي لي ميعاد في سفاره المانيا ولا سفاره فرنسا كنت بقول له مش هينفع، عشان كده هضطر اختم هناك، وتذاكر الطيران في الفتره دي كانت غاليه جدا في البلد دول. وده طبعا بسبب بطولة اليورو اللي كانت لسه هتبدا ساعتها في المانيا، ده غير طبعا الاولمبيات اللي في فرنسا. وفي مره تانية كان لقالي اليونان وقلت له لا برضه، لان دول ممكن يطلعوها لي 14 يوم بس وما الحقش اروح وارجع. المهم عدت اسابيع كتير قوي في الحوارات دي، وبعدها جاب لي ميعاد في سفاره المانيا كان قريب جدا واقنعني ان ده احسن حل، خصوصا ان اخر مره طلعت الشنجن كانت من المانيا، فالمفروض ان هما المره دي دهاني فتره طويله، فحجز لي الميعاد ده وبعد كده الميعاد اتلغى، وضيعنا اسابيع كمان بندور على ميعاد في سفاره المانيا اللي انا كنت متنك عليها اصلا في الاول. المهم بس عشان ما اطولش عليكم، وبعد ما عدى ايام كتير بدات ايأس واحس ان انا مش هعرف اطلع الرحله دي اصلا، علشان انا عندي مناسبات كتير في شهر 9 وشهر 10 مش هعرف افوتهم خالص. يعني لو ما عرفتش اطلع الرحله دي قبل نهايه شهر 8 مش هعرف اطلعها لحد السنه الجايه. فبعد ما يئست من ان الاقي ميعاد في السفاره اللي على مزاجي، كلمت مليون حد وقلت لهم يجيبوا لي اي ميعاد قريب في اي سفاره بتطلع شنجن وخلاص. وبعديها واحد من اللي كنت كلمتهم قال لي ان في ميعاد في سفاره فرنسا يوم 8/8، فطبعا دلوقتي انا ما اقدرش اتشرط، فقلت له ده حلو جدا احجزه بسرعه. فراح قايل لي ايوه بس الميعاد ده في الغردقه، تطلع الغردقه؟ قلت له اطلع الغردقه احجز. استنى ثانيه واحده كنت محتاج احلق دقني بس. يلا بينا. يا مسهل يا كريم يا رب. واو. طيب انا عايز اكلمكم كتير عن المكان ده بس مش وقته، خلينا نتكلم واحنا في المايه كده بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله لازم اصحى بدري جدا علشان ميعاد السفاره تقريبا الساعه 7 او 7 وربع حاجه كده، فالنهارده هيبقى على الهادي كده، وبكره والكام يوم اللي بعده نبقى نستكشف المكان ده كده ونعمل حاجات تانية كده هتبقى جامدة قوي ان شاء الله. كل ما افتكر كمية الحاجات اللي كان ممكن اعملها في اوروبا في الكام شهر اللي فاتوا لو كان معايا تأشيرة الشنجن دي بدري شوية بتحسر والله، بس يعني يلا الحمد لله محدش عارف الخير فين. كان زماننا رحنا اليورو والاولمبياد والسويد وحاجات تانية كتير كده كنت مخطط لها، بس يلا المهم بس الفيزا تطلع علشان اللي لسه مخطط له ده اعرف اعمله ان شاء الله. يلا ندخل نعمل تشيك ان ونجيب مفتاح الاوضة. انت خايف يبقى حد جوه ولا ايه؟ بتخبط على ده؟ ده حاجه كده بروفيشنال يعني. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واو المنظر جميل جميل جدا جدا جدا. بص بصه سريعه على الحمام. طيب اشرح لي بقى واحده واحده. ماشي، دي حضرتك الخريطه بتاعه الاوتيل. كويس. احنا هنا دلوقتي في ريسبشن. ده الريسبشن. ده الصف ده كله المطاعم. حلو. بالريسبشن اثنين في نفس اللاين بتاع الريسبشن. ماشي. وواحد مطعم تحت ومطعم فوق. كويس. دي الاكوا بارك القديمه. ماشي. دي الاكوا بارك الجديده ووتر فالي. عندنا صف مطاعم هنا في 5 مطاعم. اه. مطعم سناكس هنا بيشتغل من 12 الظهر لغايه 4 العصر. في عندنا مدينه ملاهي هنا للاطفال، حاجه زي دريم بارك كده على صغير. الجيم فين بقى قلت لي؟ الجيم في السبا رقم 22. الف شكر لحضرتك. وصلنا المطعم الهندي. منظر بصراحه لا عالمي عالمي. Can we have a lollipop please? Thank you. اختاري اللي انت عايزاه. محتاج اصور شويه صفحات في جواز السفر بتاعي، فاحاول اعمل كده في الريسبشن. مش جايب وشك ما تقلقش، صور وسلم. نعمل حاجه حرام ولا لا؟ اصل في ناس بتتكسف.
كده انا جاهز للميعاد بتاع بكره ان شاء الله. طيب انا كنت هطلع على الجيم دلوقتي بس اكتشفت انه بيقفل الساعه 8 والساعه دلوقتي 8:30، فنبقى نطلع عليه بكره بقى ان شاء الله. كويس برضو علشان اكل وانام بدري كده علشان بكره هنصحى بدري قوي قوي. في هناك زي اركيد كده عايز ابقى اعدي عليه بكره او بعد بكره. في حاجات كتير هنا عايز استكشفها بس مش قادر دلوقتي، فخليني ارجع الاوضه كده استحمى واكل حاجه على السريع وانام. بقى لي حوالي شهر قاطع السكريات علشان يبقى شكل عدل في الرحله اللي ان شاء الله اطلعها دي. فدلوقتي الواحد وهو بيبص كده على حبيبي ربنا يخليك. طب تعال 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 اطلع في البيت. اهلا وسهلا. انا من البيك فان بتاعتك، انا دكتور الفندق هنا. شرف ليا. اي حاجه انا موجود ربنا يخليك ان شاء الله ما نحتاجكش. شرف دكتور الفندق. سلم عليا ان شاء الله. دلوقتي بقى وانا ببص على اوبشنز الحلويات في البوفيه بصراحه مش قادر، يعني ايدي بتاكلني، بس همسك نفسي همسك نفسي واحترم نفسي. انا اقضيها فاكهه بس لو عص سكريات هقضيها فاكهه. بيغنوا كاريوكي، انا بحب الجو ده جدا. استنى استنى اوريك. زي ما انتوا شفتوا كده قررت ان انا اكل الاول وبعد كده استحمى، لاني لو كنت استحميت الاول كان زماني هضطر استحمى تاني. الجو بره فيه رطوبه مش طبيعيه. طبعا ده شيء متوقع، يعني لما تيجي الغردقه في شهر 8 طبيعي يبقى الجو حر، بس بسبب الرطوبه العاليه دي ما بقتش قادر اتكلم مع حد بره خالص. يعني لو حد جه يكلمني واحنا بره مش في مكان مكيف ببقى عايز اقول له تركني يا محمد بليز. عارفين التيك توك ده اللي هو تركني بهمي بقرفي، مش وقتك ولا وقت زواجك. احل عني يا محمد بليز، مش وقتك يا محمد، مش وقتك ولا وقت زواجك، تركني بهمي وبقرفي. توكلنا على الله. صحيت الساعه 4 الفجر ومن ساعتها ما عرفتش انام من كتر التوتر. كنت قلقان الميعاد يفوتني او تروح عليا نومه، مع اني كنت ظابط بتاع 40 الارم، بس مش عارف ليه قلبي مقبوض كده كاني رايح امتحن. يعني ما يعني حضرت المواعيد دي مليون مره قبل كده، بس يمكن عشان انا جاي لها مخصوص المره دي فالتوتر زايد شويه. ربنا يكرم. الساعه لسه 6 اصلا والميعاد بتاعي 7:30، والمكان على بعد اعتقد ربع ساعه من هنا. انا اتفقت مع حد يوصلني اصلا الساعه 7:50 او 7:15 كده، فهقعد في اللوبي كده شويه دول لحد ما الميعاد يجي. بصوا بجد تقريبا مفيش حد غيري خالص. الشمس لسه بتطلع، مفيش حد غيري على الاطلاق على الاطلاق. بصوا المكان اللي كان زحمه والناس فوق بعضها امبارح بالليل مفيش غيري دلوقتي. يلا نطلع على الريسبشن. الناس اللي بتصحى متاخر دي فايتها كتير قوي. انا مش عارف انتوا عايشين كده ازاي، مش عارف. حتى الست اللي كانت بتوزع مصاصات امبارح لسه ما صحيتش. اعتقد هو ده. ايوه هو ده في وقت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لي لسه 10 دقايق قبل ما يفتحوا، فهتكلم معاكم شويه كده قبل ما انا واقف في الشارع لوحدي. انا والله العظيم بحقد جدا على الناس اللي معاها جواز سفر اجنبي اللي بيقدروا يروحوا المطار كده يقول للراجل احجز لي طياره على اي حته، احجز لي الطياره الاولى على اي حته في الدنيا، ويطلع الطياره قبلها بساعتين عادي، ممكن يطلع على المطار ويروح مطرح ما هو عايز من غير ما يوجع دماغه. او عارفين في الافلام المصري القديمه لما كان واحد بيرفع سماعه التليفون ويقول له احجز لي اول طياره طالعه على باريس بكره الصبح. انا وانا بتفرج كنت بقول حضرتك جبت الفيزا امتى؟ يعني حضرتك عملت اجراءات الفيزا وكده امتى؟ ولا هي طلعت لك 5 سنين؟ ولا انت مش من هنا ولا ايه؟ الموضوع ده كان بيعصبني جدا. بس يلا يعني جوه ممنوع التصوير فمش هعرف اصور لكم حاجه، بس اخلص كده ان شاء الله وابقى ارجع لكم تاني. ومضت سنين كتير. طيب انا كده خلصت دوري في المهمه دي، مش ناقص بس غير اني استنى الرد ان شاء الله خلال اسبوعين كده. خليني بقى ارجع على الفندق اكل حاجه عشان لحد دلوقتي ما فطرتش وهموت من الجوع. انا والله العظيم ايدي بتاكلني، ايدي بتاكلني. الراجل بيضحك اهو، ماسك نفسي بالعافيه 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 بالعافيه. فكره بقى ان قدامي هنا بانكيكس ووافلز الشوكولاته هناك
ومش قادر المسها، دي حاجه بصراحه يعني مميته بالنسبه لي. انا نقطه ضعفي البانكيكس بالشوكولاته، دي نقطه ضعف مستحيل اشوفها بوفيه كده واطنشها، بس مضطر اعمل كده. يا رب كل ده يبقى بفايده، بس لو بعد كل ده الفيزا اترفضت يعني الدايت ده هيبقى على الفاضي، يعني مفيش حد بيشوفني في مصر اصلا. بما اني دلوقتي خلصت الحاجه اللي كانت شغله بالي اللي هو الميعاد بتاع السفاره ده، دلوقتي نقدر نستمتع بالغردقه بقى بشكل عام والمكان ده تحديدا. فخليني دلوقتي اطلع على الجيم على السريع كده علشان ما يفوتنيش زي امبارح، وبعد كده نستكشف المكان ده اكتر واكتر. ازي حضرتك؟ كنت عم مساج سبا؟ الجيم الاول بعد اذنك. تعمل الصبح بدري بروح الجيم واجري، اجمل هوا يدخل صدري والناس كلها نايمين. ما انت لو كنت بتهتم ومالي عينك كنت هتتلم. فين اللوكر؟ يلا بينا يا مسهل. انا حابب اشكر السفارة الفرنسية اللي اضطرتني ان اطلع الرحلة دي عشان بصراحة مبسوط. انا بشكر ساعي البريد اللي وصل الجواب بتاعنا الباور فاميلي. خلي ساعي البريد يجوزكوا بقى. انا بشكر ساعي البريد اللي وصل الجواب بتاعنا للبرنامج. ستوب يا ساعي البريد مين يا ماما؟ خلي ساعي البريد يجوزكوا بقى، شيلي قاضي الاوضة. من مميزات المكان ده برضو ان التمشية فيه جميلة، خصوصا دلوقتي يعني الشمس بتنزل دلوقتي فالجو مش حر قوي. انا متخيل ان اكيد في الشتاء كمان التمشية هنا بتكون احسن من كده بكتير. نص الزرافات دي. يعني غروب الشمس بصراحة هنا عالمي خطير جدا. قلت لي ده الأكوا بارك الجديد صح؟ دي الجديدة. فيها فيها 44 لعبة. الكين كوبرا اللي هنا دي، ها دي أشهر لعبة في أوروبا بتقول؟ اه يعني خدت جايزة. والاكو بارك القديمه فيها قلت لي 41 لعبه تقريبا. 50 حمام سباحه. ليه يا عم التبذير ده؟ انا فوق هنا عد. لا يا عم مصدقك. طبعا دلوقتي الدنيا هص هص خالص علشان الاكو بارك قفلت، بس الصبح بيبقى جو تاني تماما. صباح الفل، هطلع دلوقتي افطر على السريع وبعديها اجرب الواتر بارك اللي وريته لكم امبارح او الجزء الجديد منه. يعني مش عارف لو هعرف اصور لكم كل لعبه ولا لا، لان ممكن مثلا يقول لي حط ايديك الاثنين على صدرك، فلو عملت كده مش هعرف امسك الكاميرا، فعلى حسب كل لعبه هعرف اصور ولا لا. انا عايز ابقى استخدم البلاي ستيشن دي يا اما النهارده بالليل يا اما بكره، عايز العب شويه عيال صغيره هنا. الاكوا بارك الجديد صح كده؟ خلي بالك انا بخاف. ها اه خلينا في الحاجات الحنينه. هو قال لي الكوبرا دي اجمد حاجه صح؟ هي الكوبرا حلوه يعني. الكوبرا حلوه؟ لا حلوه اه يعني. طيب خلاص نجرب الكوبرا دي. هعرف اخد الكاميرا معايا فيها؟ ان شاء الله. كويس. حبيبي عامل ايه؟ كله كويس؟ طالع ساعة. اول مره اول مره احس ان انا طويل، حاسس رجلي هتخبط في البتاع. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا 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 مش عارف اسافر. حلوه لطيفه. خلاص احنا كده خلصنا. يا رب ما كنتش بتطلع تاني. اجيب معايا دي؟ ما كنتش عامل حسابي على الدروب ده. شايفين الدروب ده؟ نزلتني على اخوانا، بس حلو ومش مخيفه خالص. كنت منتظرها تكون مخيفه. طبعا في العاب كتير انا هعملها مش هعرف اصورها لكم علشان هحتاج ايديا الاثنين علشان امسك كويس وكده. فانا هصور لكم اللي اقدر عليه، بس لعبه زي دي مثلا انا دي مش هعرف اصورها. ده بقى الروكت او الصاروخ
طبعا يعني واضح من عنوانه. صاروخ ما تبرغيش قوي كده، اعمل دي عشان دي شكلها الطف بكتير واسهل بكتير. بس ايه؟ ما حركش ايدي. طيب انا هثبت الكاميرا كده. ماشي يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هبقى اشرح لكم بعدين انا ليه عندي فوبيا من الحاجات دي. دي جميله. نجرب بقى السيرفنج او ركوب الامواج لاول مره. اسم الكريم ايه بقى؟ تعالى 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 يا بيزار. اسم محمد؟ محمد. انا متابعني؟ متابعك. انت منين؟ جلة. من هنا؟ اه احسن جلة مركز دجاني. حبيبي انت عايز حاجه؟ حبيبي على طول. احنا اللي علمناه على فكره. بينمر بينمر. احنا اللي علمناه برضه. بينمر. طبعا هنا محمد كان لازم يمسك ايدي عشان يعلمني، وده الطبيعي يعني. بس من كتر ما انا حافظ افلام واحنا ماسكين ايدين بعض كده، كل المشاهد الرومانسيه اللي في الافلام كلها جت على بالي. مش هسيبك. وعلشان كده بجد انا كنت ماسك الضحكه بالعافيه، بس كل ما كان بيسيب ايدي كنت بحس اني هقع، فكنت برجع امسكها تاني لحد ما وقعت فعلا. ولو ايديك ما لمستش ايديا. لهفتك عليا. شوف هنقدر على التحدي ده ولا لا. تاني بص وراك ولا تيجي كده. بينك اصعب واحدة؟ اه. طب نبدا بالسهل. السهل يعني دي ولا دي؟ دي؟ اللي وراها. امسك اللي بعدها بقى، خط على كل واحده رجل. كده دي كانت اصعب واحده. في هنا فوم بارتي زي ما انتم شايفين كده. مساء الفل. هنا المصاصات دي ببلاش، لو اي طفل عايز ياخد اي مصاصه بياخدها وهو معدي كده. تعرف تشرح لي بقى الفرق بين كل لعبه؟ الراجل التركي بتاع الاولمبياد. هنا بقى كنت لقطت اتنين بيلعبوا فيفا، ولقيت واحد فيهم بيلعب بليفربول، فاستأذنت ان العب مكانه شوط كده على السريع، ولعبت ولد الماني عنده 12 سنه. يعني انا حرفيا كنت بلعب اللعبه دي من قبل ما يتولد. بيلعب بيها وحشه جدا، مطلع كل الاساسيين. الولد اللي كان بيلعب قبلي كان تقريبا مطلع التشكيله الاساسيه كلها بره، بس انا قلت مش مشكله، انا كده كده هلاعب عيل صغير ومفروض ان انا اكسبه بسهوله يعني. جايه ان شاء الله. وفعلا بعد شويه جبت الجون الاول وقلت خلاص كده الماتش خلص. انا مستفز جدا من الحاجات دي. بس فجاه كده لقيته جاب فيا التعادل، واكتشفت ان فعلا لا امان مع الالمان على راي كابتن عصام الشوالي. بس بعدها على طول رحت منزله الاساسيين. استنى بقى، استنى هعمل له تبديلات دلوقتي. اصل انا بصراحه ما بحبش اخسر، واكيد مش هخسر من عيل صغير. بيعتذر انه ضرب الواد، متربى اربع مرات. بيعتذر لي على الفاول. غلط. ديوغو ديوغو ديوغو. خلاص جود جيم جود جيم. ايه هي نقطه ضعفك؟ دموع الطفل. دموع الطفل.
طبعا انا عارف السؤال اللي جه في بالك دلوقتي، انت ازاي عامل دايت وهتاكل برجر؟ انا قاطع سكر بس، مش قاطع كل حاجه يعني، انا عامل دايت بس انا قاطع سكر بس، بقى لي كتير اصلا ما اكلتش برجر، فهدلع نفسي شويه يعني، مش مشكله. ايه يعني كفايه اني ما باكلش حلويات، هيبقى ولا حلويات ولا برجر. طبعا مش هعرف اسمعكم المزيكا اللي كانت شغاله عشان حقوق الملكيه، بس هحط لكم مزيكا من عندي. معلومة على الماشي كده بس، لو انت عامل دايت وعايز تجيب برجر، هات برجر براحتك، بس ما تجيبوش معاه فرايز، يعني المشكلة الأكبر في الفرايز مش في البرجر نفسه، الفرايز أكتر حاجة بتتاخد. هطلع دلوقتي إن شاء الله أأجر بيتش باجي في الصحراء، جو حر شويتين ثلاثة، بس إن شاء الله الشمس تهدى شوية في الكام ساعة اللي جايين دول. بس بحب أعمل الحركة دي. عارف الفيلم بتاع أحمد حلمي؟ بقى له فرار ده ولا مش فرار؟ وانا قلت لك ايه هو الفين؟ قلت لي مو باب فرار، فرار ده ولا مش فرار؟ يا فعلا بيفرفر. اوكي مع كيارا. كيارا البنت؟ ايوه مش كيارا ده كان اسم في لاين كينج تقريبا، بنت سيمبا. اعطيها بوسه طيب؟ اعطيها بوسه؟ عادي ابوسك يا كيارا ولا ايه؟ ابوسك عادي؟ يا حبيبتي ايه مش عايزه بوسه، هي عايزه تنام. عسل قوي. ماشي انا هسيبك واقوم. انت عايزه تكملي نوم على رجلي ولا ايه؟ مش عارف اقوم. يا شباب انا لقيت الراجل ده حافظ الفيديوهات كلها، قال لي انتروز لفيديوز انا نسيتها اصلا. انت كنت بتقول لي ايه من شويه؟ متابعك من 2000 من اول فيديو، من فيديوهاتك كلها، من اول ما رحت امريكا وتيمبا وفلوريدا وميامي ولفت العالم وبلجيكا وهولندا والقطر وكل حاجه كله ان شاء الله. حبيبي اسمك كريم ايه بقى؟ اسمك قائد. قائد اسمه قائد، اسم على مسمى. عادل صح؟ ايوه. الاسد دي انت مربيها؟ ايوه من صغرها، من قد من وهي هنا. ها مولوده عندي؟ مولوده هنا. ايوه واخد عليك يعني؟ ايوه ما فيهاش غدر دي؟ لا في اي حاجه. ماشي طيب. عندنا مزرعتنا يعني بجد والله. ربنا يخليها لك تتربى في عزك. ربنا يستر البتاع اللي انا لابسها دي. عارف ليه؟ ليه؟ اللي كده كان واحد صاحبي يوتيوبر معروف نزل فيديو واحده شبهها كده بس اللي هي ابيض في احمر بقى، افتكروا طالبان طبعا. اخواننا بتوع اليوتيوب منعوا الربح من على الفيديو. ايوه ربنا يستر على الفيديو ده، ربنا ينتقم من كل ظالم. دي من اكتر الحاجات اللي حمستني اني اجي الغردقه، اكتر حاجه بحب اعملها في الغردقه وشرم الشيخ هي البتاعه دي، اي حاجه باربع عجلات تلاقيني دايس فيها، انما الموتوسيكلات والعجل والكلام ده ما تلاقينيش. دي بقى بتسموها ايه؟ سبايدر. دي السبايدر؟ سبايدر 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 وعملنا سبايدر مان كده بالعرض يا جدعان. ناخدها لفه برضو، مش عارف ايه روح المغامره اللي نزلت عليا فجاه دي. دايس وقت العربيات خالص، العربيات العادية يعني، دي بتتمرجح كده، ثابتة زي العربيات. مفيات، خد الحديدة. مفيات، خد الحديدة. مش راح ارجع زي زمان.
يا الله على الجمال. ما اقدرش اعدي من جنب البانكيكس والشوكولاته والكلام ده من غير ما اقف كده واديها تعظيم سلام كده تقديرا واحتراما لو مش هقدر اكلها. قريبا الدايت ده هينتهي قريبا جدا. اول مره اشوف عجله باربع عجلات، ما اشوف اعرف اسوقها لوحدي ولا ايه. اعتقد دي محتاجه شخصين، بس خلينا نجرب. اجرب اسوقها لوحدي. حلو والله، لا استنى مسليه جدا، هرجع لك تاني. السرعه الملاهي دي اسمها ايه بقى؟ ليها اسم؟ اللي انتوا شايفينها دي اكبر مكان في بامبنج كارز في العالم. هما ماشيين دلوقتي في الاجراءات ان هما يدخلوها الكتاب بتاع الريكوردز ده اسمه ايه. انا عندي ذكريات اليمه مع اللعبه دي فمش هلعبها، وهنتكلم في الموضوع ده بعدين. كم عربيه تقريبا في كم عربيه؟ 60 عربيه. 1400 متر مربع. واو، كفايه بجد. انا هعيط، انا هعيط من سكشن الحلويات بتاع كل يوم ده. لازم امشي من هنا. بص الرقصه بتاعت مطعم البرجر. اليوم الاخير ليا هنا، لسه في كذا حاجه كده عايز اعملها. اولا عايز اتمرن عشان امبارح ما اتمرنتش، راحت عليا نومه، فهطلع على الجيم دلوقتي. وثانيا في شويه العاب كده كنت لمحتهم عايز ابقى اعدي عليهم بالليل بقى عشان الجو دلوقتي حر. ده غير ملعب كوره كده كنت برضو لمحته وانا بتمشى امبارح، عايز اعدي عليه بالليل واشوف لو في حد بيلعب، عشان انا هموت والعب كوره بقالي شهور. وحتى لو هلعب مع عيال صغار مش فارقه معايا، المهم ان انا العب كوره وخلاص، عشان بجد الموضوع ده وحشني جدا. حاجه اخيره، لو في وقت النهارده برضو عايز اروح البحر كده على الاقل ساعتين ولا حاجه، بس البحر في فندق تاني، فهشوف لو في وقت ان انا اروح. البيكري اللي هناك دي انا بعدي عليها كل يوم ولحد دلوقتي ما دخلتهاش، فعايز اخش كده برضو حتى لو مش هجيب حاجه على الاقل اصورها لكم. ده تقريبا ايس كريم. يا الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله. اللي هناك ده ايس كريم، هنا بقى الحلويات. طب انا مش هعذب نفسي اكتر من كده. طيب انا معايا دلوقتي حوالي ساعتين كده، فممكن اخطف نفسي كده سريعا واطلع على البحر في فندق تاني، فهتحرك على هناك دلوقتي عشان ما ينفعش اكون جيت لحد الغردقه وما شفتش البحر الاحمر، فهنعدي على هناك كده سريعا. البحر اهو من اكتر البحور اللي في العالم اللي قريبه لقلبي، يمكن يعني هو ده والبحر بتاع الساحل الابيض المتوسط والبحر الاحمر من وجهه نظري اجمل اتنين اللي انا شفتهم في العالم لحد دلوقتي. مفيش بلد في العالم رحتها عجبني فيها البحر اكتر من مصر، بس احنا محتاجين نقدره شويتين ثلاثه. كان لازم ابل نفسي عشان اعرف اكمل كلام، يعني حتى في الرحله اللي فاتت لما رحت اجمل شط في جزيره بالي اللي هو دريمزلاند بيتش اللي تعتبر يعني اجمل ميه هناك، على قد ما كان المكان جميل على قد ما برضو كان فيه صخر وزلط كتير جدا، فما تقدرش ان انت تقف وتستمتع بالميه الا لو دخلت جوه قوي وعمت، يعني ما تقدرش تفضل واقف ومستمتع بالميه من كتر ما كان فيها صخر وفيها زلط كتير. هنا بصراحه سواء في الساحل او في الغردقه او في شرم او في العين السخنه او ايا كان، الشط لا يعلى عليه. هنا بقى انا كنت خلاص اتعلمت الرقصه ودخلت ارقص معاهم.
انا رجعت على مطعم البرجر مخصوص علشان ارقص معاهم الرقصه دي. غروب الشمس الاخير. يا رب تكون رحله موفقه كده ان شاء الله والفيزا تطلع. دي اهم حاجه في القصه دي كلها. يا مسهل يا كريم. اركيد نقل من جنب البوفيه اللي هناك لهنا. هتلعبني؟ ايه هتلعب ضدي؟ تعال انا ما بخسرش في اللعبه دي خلي بالك. المطعم المغربي اسمه طاجين، وده المطعم الألماني. الله بحب انا الحاجات دي. انا كان عندي 3 رسمات لجوكر في الاوضه بتاعتي ايام الجامعه، كل شويه واحد صاحبي ياخد مني واحده واجيب واحده جديده. ملي حاطين باربي هنا دلوقتي. حفله على الثيم بتاع باربي يعني. هاي اصلا حبيبي. اللغات مش ماشيه مع الشكل خالص. ناس شكلهم مصري بيتكلموا الماني، وناس شكلهم الماني بيتكلموا مصري. دي النافورة الراقصة هترقص دلوقتي. بعد اذنك هسوق القطر بدالك. من اولها كده. راح عليا. رجعت الاوضه وغيرت على امل ان اروح العب كوره، فهطلع دلوقتي على الملعب اشوف لو في حد بيلعب هناك العب معاهم، لو ما كانش هرجع على الريسبشن بسرعه احجز عربيه تاخدني المطار بكره الصبح وارجع انام لي 2-3 ساعات لان الطياره بكره الصبح بدري جدا. ف تعالوا بقى نجري. طيب واضح ان في ناس بتلعب تنس هناك، تقريبا في ناس بتلعب كوره هناك. لما اقرب على هناك هيبقى كابتن جمال موسى ده رايح يلعب. الله يخرب بيت ام الحصار واللي عملوا فيكم حصار. ازيك يا عم حسين؟ تعترف تروحنا ولا حتوه؟ في هنا ملعبين، بس ده الملعب اللي فيه ناس كتير. يا رب بس يوافقوا العب معاهم عشان هيبقى شكله وحش قوي لو ما وافقوش. بس مفيش حد يصورني، ف هقول لكم النتيجه بعد الماتش بقى. في اكتر من 35 لاعب جوه الملعب، محدش عارف مين مع مين، فلما اي حد بيستلم الكوره بيجري بيها وخلاص، محدش عارف يباصي لمين، محدش عارف اصلا الفرق. قسمنا 3 فرق دلوقتي والموضوع بقى الطف بكتير. في فرقه بره وفرقتين جوه، بقى الموضوع بقى فير اكتر. تسببت في ضرب الجزاء في الوقت الضايع. يا رب. كسبنا كسبنا يا عم سلم. يا عم طب ما انا جايب لكم ضرب الجزاء وما حدش كلمني يعني. الضحيه الاولى خلاص خلصنا عليها في الاكسترا تايم. يلا اللي بعده. الضحيه الثانيه مين اللي جاب الجون دلوقتي؟ هو
بس خلاص كده ممكن اعمل اسيست كمان بس هرجع بقى انا كده خلاص انا كده هرجع القاهره خلاص عملت اللي عليا يلا سلام عليكم سلام عليكم خلوا كاريوكي تاني عايز اروح اغني معاهم والله بس مش قادر لازم انام شويه عشان الطياره كمان كام ساعه خلاص الساعه 5 وحاجه الفجر يلا بينا على المطار ومضت سنين كتير قوي بصبوري المصري اخيرا هسافر صفرني بقى يا بصبوري المصري ابوس ايدك اخيرا هسافر صفرني بقى استلمت الباسبور اخيرا جسمي بيترعش من الفرحه مش عارف ليه الحمد لله الرحله هتتم باذن الله الحمد لله ربنا كريم وريني كده ايوان الفيزا تبدو صحيحه ايوه كده التاشيره تبدو صحيحه اي نعم صحيحه خلاص بقيتوا كلكم خريجين هولندا وفاهمين في الفيزا ما تنساش تعمل لايك عشان تساعد الفيديو على انه ينتشر اكتر طيب اللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب عشان اليومين اللي جايين دول ان شاء الله هيبقوا جامدين قوي 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 بس مش عايز احرق اكتر من كده وطبعا لو عايز فيديوز اكتر هتلاقيها على انستغرام واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله يلا سلام